لا شيء في هذا الوجود يعيش النفس. النهر لا يشرب ماء، والبحر لا يأكل سمكة، والأشجار لا تأكل ثمارها، والشمس لا تشرق لذاتها، والزهرة لا تعبق لنفسها، وذات الضرع لا تشرب لبنها. خلقت الأشياء لتخدم غيرها، هذه حكمة الله ورسالته لنا لنعيش لبعضنا، فلنكن عونا لبعض ولنسعى في الخير. إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر اصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب، إلا الخير يظل مغروسا في النفوس. فهنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. نقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب. أحبكم الله.